هذه الشباب السمو السابق لاعب الدورة ايضا ولوبا للامام اماميه للامعري او خطره جول جول الاسباخي الاول في المباراه للنادي الامعري الاول في المباراه للنادي الامعري واحد لا شيء واحد لا شيء عن طريق يحيى الاسباخي في حاسه التهديف الكبيره اللاعب يحيى الاسباخي يسجل اولا للنادي الامعري واحد لا شيء تمريرة ممتازة في اللعبة الماضية تشير لتقدم الأمعري يا الله يا جنين الفرص المهدرة والآن كرة عالية راسيو التعادل 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 عن طريق أمين محاجنة قلت لكم في هذا الملعب محظوظ أمين محاجنة يسجل ثالث أهدافه في بطولة الدوري وأول أهداف جنين في هذه المباراة وهدف التعادل بالعموم اي نعم مستحق هدف مستحق في الوقت القاتل الا تسجيل الهدف ولكن دخلت في النهاية دخلت في النهاية عن طريق وانتهت مع الدقيقة رقم 11 هدف مبكر اعطى الطمأنينة للاعبي الامعري لكنه لم ينهي المباراة الأم شتاتي نعم عودة وأيما عودة عن طريق هدافه يحيى الإسباخي ملاها نعم ملاها اللعبة الأخيرة صاروخ